الرئيس السيسي يثمن تضحيات رجال الشرطة للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. وزراء خارجية جوار ليبيا يتفقون على رفض التدخلات الخارجية واحترام حظر توريد السلاح. نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجماعات مسلحة في إدلب. الثالث عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع زميلي أحمد أبو زيد. أهلا أحمد. أهلا بك إنجي، أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضحيات رجال الشرطة للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. وأشار الرئيس في كلمته خلال احتفالية عيد الشرطة 68 أن الشهداء من أبناء الشرطة هانت عليهم أرواحهم ولم يهن عليهم الوطن. في يوم من أيام العزة والكرامة والوطنية تمتزج فيه مشاعر الفخر بتضحيات رجال هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم وطنهم، فقاتلوا وصمدوا وضربوا أروع الأمثلة في الذود بالروح والنفس دفاعا عن شرف الوطن وإعلاء لقيمته العليا التي سكنت داخل نفوسهم واستقرت داخل ضمائرهم. ومع شعورنا بالفخر الذي يعلو جبين أمتنا يتنامى لدينا إحساس بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيالاً وراء أجيال، فالملحمة التي سطرها السابقون من رجال الشرطة البواسل يوم 25 من يناير عام 1952 ستبقى محفورة في وجدان وذاكرة الأجيال المتعاقبة من أبناء هذه الهيئة الوطنية الموقرة. وأكد الرئيس السيسي أن مصر تحولت في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن ما شهدته من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزا للانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة. إن التاريخ سيتوقف طويلاً وبإعجاب أمام التجربة المصرية النابعة من قوة الإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبي الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره، فصبر وتحمل قسوة إجراءات اقتصادية غير مسبوقة في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة، لكنه مضى في طريقه رافعاً شعار نكون أو لا نكون، وقد رأى العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام قليلة إلى واحة من الأمن والاستقرار، فما تحقق على أرض مصر من إنجازات اقتصادية ونهضة عمرانية سيكون مرتكزاً للانطلاق نحو بناء الدولة المصرية الحديثة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير لأبناء الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 25 من يناير التي تتواكب مع أعياد الشرطة، مشيراً إلى مطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري. يتواكب اليوم مع ذكرى ثورة 25 من يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، ولا يفوتني أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعب مصر العظيم في هذه المناسبة الغالية، متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر لمصر وشعبها واقعا جديدا ومتطورا. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ضمن مراسم الاحتفال بعيد الشرطة، وسبق ذلك قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من قيادات وضباط الشرطة، أقام الرئيس بمنح المكرمين أنواط التميز من الدرجات المختلفة، كما كرم الرئيس أسماء عدد من شهداء الشرطة بمنحهم أوسمة الاستحقاق. وفي كلمته أكد وزير الداخلية محمود توفيق استقرار الوضع الأمني في مصر، وذلك على الرغم من تضاعف مخاطر الإرهاب وتزايد شراسته على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف وزير الداخلية أن الوضع الأمني المتميز لمصر كان حصادا لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء الواعين بمسؤولياتهم. لقد تضاعفت مخاطر الإرهاب وتنامت شراسته بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات. وفي مواجهة كل هذه المخاطر كان الوضع الأمني المتميز لمصر ولا يزال تجسيداً لموقف دولة وقرار قيادتها وإرادة شعبها، وكان حصاداً لتضحيات رجال الشرطة الأوفياء، وهم على قدر كبير من الوعي بمسؤوليتهم في انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث في ظل معطيات متغيرة، يدركون أن آفة الإرهاب لم تنتهي وأن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولات يائسة لزعزعة الأمن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم. من هنا ارتكزت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة على ثوابت جوهرية يأتي في مقدمتها نجاح الضربات الأمنية الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية ودحرها، ورصد وإحباط تحركات عناصرها، ومواجهة مخططاتهم للإخلال بالأمن، والتي لا تقف عند الأعمال التخريبية فحسب، بل تمتد لتشمل حروب الجيل الرابع والخامس، من استقطاب للشباب بالأفكار والأخبار المغلوطة وترويج الشائعات. بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى 9 لفورة 25 من يناير. كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة التي أكدت وعي وإرادة الشعب المصري في رسم خريطة مستقبل وطنه من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في الوقت ذاته توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة العيد 68 للشرطة، مشددا على التقدير والاعتزاز بجهود أبناء الشرطة المخلصين. ويأتي الاحتفال تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 من يناير عام 1952، وذلك بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مباني المحافظة للاحتلال الإنجليزي. لم يكن 25 من يناير عام 1952 يوما عاديا في تاريخ مصر، لأنه كان وسيظل صفحة ناصعة البياض في سجل البطولة والتضحية والفداء، وشهد عيان على بسالة وشجاعة رجال الشرطة المصرية حينما رفضوا تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني رغم قلة عددهم وضعف تسليحهم، فسقط الكثير من الشهداء ومئات الجرحى فداء للوطن. استقر هذا اليوم في ضمير الأمة ووجدانها، وأصبح رمزا متجددا لبطولات رجال الشرطة الأوفياء الذين خاضوا أشرس المعارك وجادوا خلالها بأرواحهم الطاهرة من أجل عزة وكرامة وطنهم.
وعلى مدى السنوات يواصل رجال الشرطة تقديم البطولات والتضحيات من أجل تأمين وسلامة الوطن، فلم يبخلوا يوما بتقديم أرواحهم للدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس من أجله. والشعب المصري على العهد به يقف جنبا إلى جنب مع حماة الوطن من الجيش والشرطة، مقدرا الدور الذي يقدمونه في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن. والشعب لن ينسى ما قدمته الشرطة من تضحيات، فالتاريخ سوف يخلد ذكراهم وبطولاتهم بحروف من نور. والأمر المؤكد أن هؤلاء الأبطال على الدرب سائرون في أداء واجبهم لتوفير الأمن والأمان للمواطنين في كافة ربوع البلاد، ولم ولن يترددوا أبدا في التضحية بدمائهم وأرواحهم ليأمن كل مواطن على حياته وعرضه وماله، ولن يتوانوا في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، رافعين اسم مصر عاليا، يضربون مثلا رائعا ونموذجا يحتذى في الالتزام والانضباط جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل. عبر الهاتف ينضم إلينا اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. يقولون دوما أنه حتى وقوات الأمن أو وزارة الداخلية تعنى بتطبيق السياسة العقابية داخل السجون، فهي تستهدف وفق السياسات العقابية الحديثة تقويم المحكوم عليهم وتهذيب سلوكهم لا إيذائهم. ماذا عما يتطور في السياسات الأمنية عموما لوزارة الداخلية والتي يتم الاطلاع عليها؟ أولا أنا بشكر الإعلام حقيقي، لأن نحن بنشوفه على الشاشة دلوقتي هو ده الدعم المعنوي، مش مجرد أبدا. أي مواطن، أي شاب، أي طفل هيطالع الشاشة بهذا الشكل هيعشق الشرطة وهيحس بقد إيه الشرطة بتضحي وهو إلى آخره. أما من ناحية السؤال اللي حضرتك بتسأله يا أستاذ رجيب، ان السجون، انت بتكلمنا عن السجون، انا بكلم حضرتك اذا كانت السياسه العقابيه تتطور وصولا الى تعامل مختلف مع المحكوم عليهم في اماكن الاحتجاز، فبالضروره هناك سياسات امنيه ايضا تتطور وتختلف سياساتها واستراتيجيتها. لا شك ان السياسه الامنيه في تطور دائم، واحنا شفنا في الحفله الافلام التسجيليه عن التطوير ايه، بدءا من الاحوال المدنيه والجوازات والاجهزه الحديثه الالكترونيه كلها، مفيش شك ان كل ده تطوير، والتطوير ده عشان خاطر ايه؟ ما عشان المواطن. واحنا لما نيجي تطور النهارده او اسلوب التعامل في الجوازات، اسلوب التعامل في الاحوال المدنيه، اسلوب التعامل في كافه مؤسسات الشرطه وحقوق الانسان، يبقى ده خارج خالص الصوره اللي معروف عن الشرطه ان هي سياسه العقابيه. لا، السجون طورت، لا والخارج كمان. شفنا المباني العظيمه في الحفله، السجل المدني والى اخره، ومراكز الشرطه واقسام الشرطه وكيفيه التعامل مع المواطن فيها. فما فيش شك ان ده تغير كلي في تعامل الشرطه وتطويرها مع في لصالح المواطن. سيادة اللواء، إذا كانت قوات الأمن على مدار السنوات السبع الماضية تعنى بالدرجة الأولى بقضية مكافحة الإرهاب باعتباره الخطر الأكثر استفحالا حول العالم وفي المحيط الإقليمي الذي نحيا، لكن بالضرورة هناك عبء آخر تقليدي ونمطي مرتبط بالجانب الجنائي أو بالجرائم ذات الطبيعة الجنائية، مستوى الطفرة التقنية أو التكنولوجية للتعامل مع هذا النوع من الجريمة كيف يبدو؟ كيف يا سيد الفاضل؟ هو النهاردة هي الشرطة أساسا بتكافح ايه؟ بتكافح الجريمه في كافه مناحي الجريمه وخاصه المخدرات. طب احنا قبل ما يظهر الارهاب خالص ما كان بيسقط ضباط شرطه شهداء عند مواجهتهم للعناصر الاجراميه، سواء محكوم عليه بالاعدام او مؤبد او هربان او في تجاره مخدرات، لا شك في هذا. فاذا هي مش الارهاب بس، لا، والدليل على كده لما شفنا على الشاشه في الحفله
الجرائم اللي مضبوط عددها قد ايه؟ المداهمات اللي حصلت في منطقه السحر والجمال واصيب فيها ضباط. ده زمان حتى ايام وزير التخليف ممدوح سالم استشهد ضباط بيكافئوا المخدرات في بلبيل، دي من عشرات السنين، اذا مش حاجه جديده. هي الشرطه في رسالتها مواجهه مين؟ مجرم. وظيفتها مواجهه مجرم. المجرم مش هيسيب ضابط الشرطه لان ده خصمه، يبقى لازم ينال منه. فاذا هي التضحيه مش تضحيه بس مكافحه الارهاب، لا، مكافحه الجريمه بكافه انواعها، لان المجرم مجرم ما بيهموش روحه بقى خلاص، يا قاتل يا مقتول. هي دي التضحيه الحقيقيه في الشرطه. وبعدين جت عليها بقى كمان اصبحت التضحيات مزدوجه بقى هنا. نعم. مكافحه جرائم جنائيه بشراسه المجرمين ومكافحه عناصر ارهابيه بشراستهم وبخزيتهم. وبعدين بقى كمان مش كده وبس، وزي ما اتقال في الخطاب كده في كلمه وزير الداخليه ان الشرطه بتواجه دلوقتي كمان حرب جيل رابع. نعم. حرب اشاعات. طيب. حرب الكترونيه. سياده اللواء، اخيرا، فضيله احترام القانون او فضيله احترام هيبه القانون التي كان يناط برجال الشرطه ان ينفذوها، هذه الفضيله التي غابت في سنوات منذ 2012 تقريبا حتى سنوات قليلة مضت، كيف أمكن استعادة هذه الهيبة من جديد؟ عشان نستعيدها لازم التوعية. ليه؟ مش الأمن بس، الأمن بينفذ الجريمة، عشان كده الناس بينفذ القانون، عشان كده الناس بتعتبر أن ضابط الشرطة ده هو ضدهم. لو وقفتني في كمين، لو وقفتني أن أنا مخالف في المرور ماشي عكسي، أنت ضدي. سبحان الله. يبقى لازم التوعيه. التوعيه بايه؟ التوعيه ان القانون ده شرع كروشته علاج ليك انت ايا كان القانون. قانون مكافحه الفساد، الرشوه، المرور، ايا كان القانون، القانون ده روشته لحمايتك. مين اللي بينفذها؟ الشرطه. يبقى لازم التوعيه لكافه الناس، وسائل الاعلام، في مدارس، في مؤسسات، في خطاب ديني القانون، علشان يبقى الناس مستوعبه القانون ان ده عشانها، وان ده بد. نعم. ان احنا ننصلي وننفذ. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخليه الاسبق، منضما الينا عبر الهاتف. شارك محافظ أسيوط اللواء عصام سعد وعدد من القيادات الأمنية في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 68. وأشاد المحافظ بالدور العظيم الذي يطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، مؤكدا أن عيد الشرطة هو عيد للمصريين جميعا، كما أن اليوم بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة. أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار حفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد. أوضح المرصد أن جهود وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني نجحت في كشف مخطط إرهابي ينفذه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في تركيا، موضحا أن هذه الجماعة دأبت على إثارة العنف والترويج لتعطيل مصالح العباد. وفي الملف الليبي، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال افتتاح مؤتمر ليبيا في الجزائر أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تشكيل حكومة مستقلة ونزع سلاح الميليشيات. وجدد شكري التأكيد على استنكار مصر لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا، مشددا على أن اتفاق تركيا مع فايز السراج مخالف للقوانين الدولية. وقد طالب وزراء خارجية دول الجوار الليبي في ختام اجتماعاتهم بالجزائر بضرورة تطبيق قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وخلال اجتماعاتهم أكد المجتمعون على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية دون أي تدخلات خارجية. الاتفاق على رفض أو تأكيد على رفع التدخل الأجنبي في ليبيا، وضرورة احترام حظر الأسلحة
المقرر من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن الأمم المتحدة، طلبنا عدم تدفق الأسلحة وحظر الأسلحة. عندما نقول حل سياسي يعني حل سلمي. قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن بلاده تبحث مع مجلس الأمن إمكانية فرض عقوبات ضد من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا. وخلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالجزائر، شدد الوزير الألماني على أن الحل في ليبيا يبقى سياسيا بعيدا عن أي لغة للسلاح، وأن كل الدول المشاركة في اجتماع الجزائر تسعى لتجسيد الحل السياسي للأزمة الليبية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد أحمد جمعة المتخصص في الشأن الليبي. سيد أحمد أرحب بك إلى شاشة إكسترا نيوز. يعني عندما نتحدث عن مخرجات هذا الاجتماع هناك نقطة وهي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، برأيك يعني مدى فرص تنفيذ هذه النقطة على أرض الواقع؟ هي فرص تنفيذ هذا مرهونة بما يمكن أن تتوصل إليه البعثة الأممية من فرض قيود على الدول التي تخرق حظر التسليح وتهرب الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا. يعني تركيا في المقام الأول هي الدولة الوحيدة التي تخرق هذا الحظر وترسل أسلحة ومقاتلين إلى العاصمة طرابلس. اللجنة 5+5 العسكرية التي ستجتمع في جنيف نهاية هذا الشهر ستبحث هذا الأمر، يعني تفعيل اتفاق حظر التسليح، منع إرسال أو تدفق مقاتلين أجانب، لكن هذا مرهون بالضمانات التي يمكن أن تقوم بها وتقدمها البعثة الأممية من خلال التلويح بورقة العقوبات على أي دولة تخترق هذا الحظر. أعتقد أن هذا الأمر يعني يصعب تنفيذه في ظل الحالة الراهنة التي تعيشها ليبيا وسيطرة ميليشيات مسلحة متواجدة في طرابلس على منافذ برية وبحرية وجوية تمكنها من إدخال أسلحة ومقاتلين في أي وقت ووقت ما تشاء. طيب كيف قرأت تصريح هايكو ماس بخصوص فرض عقوبات على من يخرق هذه الهدنة؟ يعني هل هذا ربما يفتح الباب أمام رد الفعل الأوروبي، يعني أن يكون غير خجول كما اعتدناه منذ بداية هذه الأزمة؟ يعني صحيح الموقف الأوروبي هو الموقف الوحيد القادر على ردع تحديدا التدخلات التركية، لأن أوروبا بيدها ورقة العقوبات، في حال لوحت بهذه الورقة في وجه تركيا ستتراجع تركيا عن فكرة يعني التصريح بأنها سترسل سواء مقاتلين أو أسلحة أو طائرات مسيرة إلى ميليشيات الوفاق في العاصمة طرابلس. هذه الورقة يمكن أن تكون فاعلة في حال انضمت يعني فرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا لإرسال هذه التهديدات إلى الجانب التركي، لأن تركيا لا ترتدع بالتصريحات أو التلويح بعقوبات، ولكن عندما تفرض عليها عقوبات فعليا تتحرك وتتراجع. ويعني الدليل على ذلك ما قام به الرئيس دونالد ترامب من خلال يعني فرض عقوبات على تركيا والتلويح بفرض عقوبات أقصى عندما أقدمت على غزو الشمال السوري. هذه الورقة هي الورقة الوحيدة القادرة على ردع تركيا، وفي حال تمكنت ألمانيا من إقناع كافة الأطراف الأوروبية بالانضمام إليها في التلويح بورقة العقوبات يمكن أن ترتدع تركيا أو أي من الدول التي تفكر في حظر التسليح انتهاك حظر التسليح وإرسال أسلحة إلى ليبيا. طيب سيد أحمد، يعني هناك أنباء عن التحضير لاجتماع آخر في برلين بخصوص هذا الشأن، كيف تقرأ يعني فرص ذلك خاصة مع زيارة مرتقبة لأردوغان للجزائر؟ يعني اجتماع برلين المرتقب سيكون مطلع الشهر المقبل على مستوى وزراء خارجية الدول المنخرطة في الأزمة الليبية أو بالأحرى الدول التي شاركت في اجتماع برلين، وسيتم التباحث خلال هذا الاجتماع حول ردود الأفعال على يعني مؤتمر برلين البيان الختامي على ما ستنتج عنه اجتماعات برازافيل يوم 25 الشهر الجاري واجتماع جنيف نهاية الشهر الحالي والاجتماعات الداخلية بين الأطراف الليبية، وتحديدا الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل وهو الاجتماع الأهم بين القبائل الليبية. هذا الاجتماع الذي دعت إليه قبائل ورفلة أحد أكبر القبائل الليبية تبحث هذا الاجتماع بين وزراء الخارجية هذه التحركات وهذا الحراك السياسي وإمكانية العمل على المساعدة في تفعيل مخرجات مؤتمر برلين عبر نقاط واضحة ومحددة ووضع ضمانات كافية لتنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، والعمل على تشكيل اللجنة الدولية التي ستعمل
بشكل شهري على إصدار يعني بعض التقارير حول من يخرق اتفاق برلين أو يحاول إرسال أسلحة إلى ليبيا. أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد جمعة المتخصص في الشأن الليبي على هذه المداخلة. أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أنه من غير المقبول أن تتحول بيروت إلى ساحات للكر والفر والانتقام وتكسير الأملاك الخاصة والعامة. أضاف الحريري أن هناك غضبا شعبيا يستدعي وعيا لتحديات المرحلة ومخاطرها الاقتصادية والمعيشية والأمنية، مشيرا إلى أن كتلته النيابية ستراقب أداء الحكومة الجديدة. تجددت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المحافظات، وقام محتجون بقطع العديد من الطرق في العاصمة اعتراضا على تشكيل الحكومة الجديدة وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد، بينما يعمل الجيش والقوى الأمنية على فتحها. وكانت مواجهات عنيفة قد جرت ليلة أمس بين محتجين وقوى الأمن اللبنانية وسط بيروت استمرت حتى منتصف الليل وأسفرت عن وقوع عدد من الجرحى والإصابات. قال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني إن لبنان سيطلب قروضا دولية لمدة عام. وتابع وزني أن لبنان سيطلب من المانحين نحو 5 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة لتمويل استيراد الأقماح والوقود والأدوية لمدة عام. طالبت وزارة الخارجية الأمريكية قادة لبنان بالالتزام بالإصلاحات الضرورية للاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين أوضاع الاقتصاد. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه يجب أن تثبت الحكومة أنها مستعدة وقادرة على وضع الحزبية جانبا والتصرف لصالح الدولة. أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش السوري قتل 50 مسلحا وأصاب نحو 90 آخرين خلال رده على الهجوم الذي شنه إرهابيون على مواقع للجيش في ريف إدلب. قال المرصد أن الجيش ترك مواقعه في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد في إدلب نتيجة الهجوم الذي أسفر عن مقتل 40 جنديا من الجيش السوري. يعد التصعيد في إدلب فصلا جديدا من فصول فشل تركيا في القيام بدورها كضامن لاتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة في ظل استمرار أنقرة بإمداد الجماعات الموالية لها بالسلاح. المزيد في هذا التقرير. فتح الهجوم الواسع الذي شنته جماعات إرهابية لها علاقات وثيقة بالنظام التركي الباب أمام تكهنات بفشل اتفاقات خفض التصعيد في إدلب التي تتم برعاية مسار سوتشي. مصدر عسكري سوري أكد أن الجماعات الإرهابية ومن بينها جبهة النصرة والحزب التركستاني شنت هجوما واسعا وبمختلف أنواع الأسلحة وكذلك السيارات المفخخة على تمركزات للجيش السوري ضمن مناطق خفض التصعيد في إدلب. من جهتها أعلن مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة نحو 120 جنديا من الجيش السوري وسيطرة المسلحين على حيين سكنيين. وأشار المركز إلى أن الجيش السوري قرر سحب مقاتليه من مناطق خفض التصعيد عقب الهجوم. ويعتبر هذا التصعيد الذي جاء بعد أقل من أسبوعين من إعلان وقف إطلاق النار في إدلب عن فشل تركيا في لعب دور الضامن للجماعات الموالية، خاصة في ظل التقارير عن استمرار نقل الأسلحة من أنقرة إلى شمال سوريا. وبحسب تقرير فريق منسق الاستجابة السوري فإن التصعيد في إدلب التي باتت ضحية التفاهمات السياسية تسبب في نزوح نحو 379 ألف شخص منذ بداية شهر نوفمبر الماضي، مما يهدد بكارثة إنسانية جديدة وموجات نزوح لا نهاية لها. في العراق قطع متظاهرون الطريق إلى مينائي أم قصر والخور في البصرة جنوبي البلاد. يأتي هذا بينما حذرت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين مما أسمته تغلغل عناصر خارجة عن القانون، ودعت عمليات بغداد المتظاهرين إلى الاحتجاج في المناطق المحددة لتوفير الحماية لهم.
حذر قيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بأنه ما زال من الممكن أن يعود التنظيم إلى الصعود، وذلك رغم إضعافه في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأشار القيادي العسكري إلى أن المظاهرات في العراق ساعدت التحالف على تطوير تقييمه، حيث استنتج أن التنظيم الإرهابي يعاني من نقص في القدرات والإمكانات، موضحا أنه لا يرى تهديدا باستعادة التنظيم قوته بشكل آني. في تونس بدأ رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ مشاورات سياسية يراها كثير من التونسيين ستكون صعبة مع الأحزاب الممثلة برلمانيا لتشكيل حكومة جديدة، وذلك قبل انتهاء الآجال الدستورية المقررة بشهر منذ بدء التكليف. ما بين مساري حكومة الفخفاخ أو حل البرلمان، تنتظر تونس سيناريوهات حل الأزمة السياسية التي تتمحور حول أهمية الحفاظ على مبدأ تشكيل حكومة مستقلة ورفض أي وصايا حزبية عليها. وأعاد الرئيس التونسي الكرة إلى ملعب الأحزاب مرة أخرى وسط تحذيرات من إعادة إنتاج حكومة الحبيب الجملي التي تبين تبعيتها لحركة النهضة الإخوانية، فرفض البرلمان منحها الثقة. وبدأ وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ سباقا مع الزمن لتخطي اختبار تشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهرا حسب الدستور التونسي، وذلك بلقاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي عرفت باستقلاليتها. وفي سياق متصل، دعا حزب قلب تونس رئيس الحكومة المكلف إلى الانفتاح على كل القوى الحية والأحزاب السياسية دون إقصاء، مشيرا إلى أنه سيحدد موقفه من حكومة الفخفاخ من خلال البرنامج الذي سيتم تقديمه والفريق الذي سيعلن عنه. كما شددت أحزاب التيار الديمقراطي والإصلاح الوطني والدستوري الحر على ضرورة مشاركة الجميع في المفاوضات بإيجابية لوضع برنامج مشترك للحكومة. كان الفخفاخ أكد في تصريحات سابقة أنه سيفتح المجال أمام كل الأحزاب لتقديم مقترحاتها بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، وأن الحكومة المقترحة ستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية لتركيز طاقتها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي. كشفت مجلة The Economist عن احتلال تركيا المرتبة 110 في مؤشر الديمقراطية لعام 2019، وأوضحت المجلة تراجع درجة الديمقراطية في تركيا من 4.37% إلى 4.09 درجة. وافق النواب الروس بالإجماع على مجمل التعديلات الدستورية التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين قبل 3 أيام، وتتضمن الإصلاحات الجديدة في بعض بنودها منح البرلمان صلاحيات جديدة وحد ولاية الرئيس بفترتين اثنتين وإنشاء مجلس دولة واسع الصلاحيات. رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف باستعداد بلاده للحوار مع دول الجوار، وفي تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر عبر ظريف عن استعداد طهران للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة وتعيد الأمل إلى شعوبها لتحقيق الاستقرار والازدهار. قال المبعوث الإيراني الخاص بالملف الإيراني برايان هوك إن القائد العسكري الإيراني الذي خلف قاسم سليماني والذي قتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة سيلقى نفس المصير إذا سار على نهجه. وحملت واشنطن قاسم سليماني مسؤولية تدبير هجمات نفذتها فصائل متحالفة مع إيران على قوات أمريكية في المنطقة. أمر الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة بطائرة مسيرة في العراق في 3 يناير بعد تصاعد حدة التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني. أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي البريكزيت، ومن المقرر أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتا على اتفاق بريكزيت يوم الأربعاء القادم قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميا في 31 يناير الجاري.
وقد هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بريطانيا في حال لم تلتزم بالبند الخاص بفحص البضائع عند البحر الأيرلندي في اتفاق الخروج من الاتحاد. وقال كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أن الاتحاد لن يسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله بأن هذه الفحوصات ربما لن تكون ضرورية. أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ إجراءات واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. وأيدت المحكمة التي تضم 17 قاضيا بالإجماع فرض إجراءات على ميانمار تلزمها بحماية أي أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة في جلسات لاحقة. وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا عرضة للخطر للإبادة الجماعية، وأمرت ميانمار برفع تقرير في غضون 4 أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال لهذا القرار. فرضت السلطات في عدد من مطارات العالم إجراءات احترازية لوقف تفشي فيروس كورونا، فيما حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى مدينة ووهان الصينية إلا عند الضرورة. يشار إلى أن السلالة الجديدة من كورونا يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر، كما تسبب مجموعة من الأعراض التي تتراوح بين نزلات البرد وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس. فرضت السلطات في الصين الحجر الصحي في مدينتين إحداهما ووهان التي تعد مركز تفشي فيروس كورونا. وتم الإعلان عن هذه التدابير بعد ساعات من تضاعف عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا إلى 500 مصاب. كابوس وباء جديد يفزع العالم بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وكإجراء طارئ أعلنت مدينة ووهان بؤرة الفيروس تعليق حركة النقل العام وغلق المطار ومحطات السكك الحديدية أمام الركاب المغادرين خارجها بهدف منع تفشي الفيروس وضمان صحة وسلام المواطنين، الأمر الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية. أما دول العالم فقد دفعها الفيروس هي الأخرى للتحرك، حيث كثفت عدة مطارات فحص القادمين من الصين والحجر الصحي، فيما حظرت كوريا الشمالية دخول السائحين الأجانب بسبب الفيروس. كورونا هو عبارة عن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في مجموعة أمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أن انتقال العدوى بين البشر يحدث في معظمه في أماكن الرعاية الصحية. ومن الأعراض الرئيسية للإصابة بالفيروس الحمى والسعال وضيق التنفس، إضافة إلى أعراض أقل شيوعاً مثل الالتهاب الرئوي الحاد. الفيروس الجديد الذي يشبه الإنفلونزا ظهر في بداية الأمر في سوق للحيوانات وسط مدينة ووهان الصينية، لينتشر ويمتد تأثيره داخل الصين وخارجها ويصيب دولا منها الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان. أعلنت السلطات في أستراليا مقتل 3 أفراد على متن مروحية التهمتها النيران أثناء مكافحتها حرائق الغابات المستعرة في جبال أستراليا. كانت خدمة الإطفاء قد أعلنت من قبل أنها فقدت الاتصال بطائرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية عند جبال الألب. قطع العشرات من السكان الغاضبين أحد الطرق الرئيسية بمحيط منطقة توران بركان تال احتجاجا على منعهم من الوصول إلى منازلهم. وقال المحتجون إنهم يأسوا من إمكانية الوصول إلى منازلهم، وذلك بعد قيام الشرطة منذ أيام بإخلاء نحو 100,000 شخص حرصا على حياتهم. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط خلال مشاركتها في فعاليات منتدى ديفوس إن الحكومة تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة. وفي جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين
أشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة فيما يساهم في تحقيق الهدف الخاص من أهداف التنمية المستدامة الذي يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة في مصر. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع مدير منظمة العمل الدولية برنامج الإطارية الجديد للتعاون بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكدت الوزيرة خلال اللقاء الذي جاء على هامش منتدى دافوس على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع أولويات برنامج الحكومة المصرية وأهداف التنمية المستدامة. لليوم الثاني على التوالي تستضيف المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر الخامس للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت، وذلك بحضور العشرات من الخبراء العرب والمهتمين بالتحول الرقمي في العالم العربي. كانت أهم محاور نقاش اليوم عن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والخصوصية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى بمحافظات المرحلة الثانية، وهي مبادرة مكملة للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة. وقالت الوزيرة إن المبادرة الرئاسية تستهدف القضاء على بؤر العدوى تحت شعار احمي نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية. فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 أبوابه أمام الجمهور. يقام المعرض هذا العام بمشاركة نحو 900 ناشر، وتحمل الدورة عنوان مصر إفريقيا ثقافة وتنوع. إطلالة جديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية في نسخته 51، والتي تم الاستعداد لها لتخرج في أبهى صورها لكل من ينتظر فعالياته السنوية. السنة دي عندنا تقريبا 20% زيادة في عدد الناشرين سواء من مصر أو من خارجها. كمان عندنا مجموعة فعاليات قوية ومتنوعة جدا ما بين الثقافي والفني والأكاديمي والتدريبي والتفاعلي للأطفال، ووجود عرايس وورش تفاعلية مع الأطفال مثلا، أظن ده هيبقى مهم جدا، بالإضافة للفعاليات المتعارف عليها داخل المعرض دايما اللي هي ملتقى الإبداع والأمسيات الشعرية وكاتب وكتاب والمقهى الثقافي. المعرض يشمل 4 قاعات بمساحة 10,000 متر للقاعة، تضم 900 ناشر من 38 دولة عربية وأجنبية، فضلا عن 3,502 نشاط وفعالية ثقافية وفنية على هامش المعرض لهذا العام. حقيقة هذه الدورة 51 لمعرض الكتاب الدولي في مصر دورة متميزة جدا، بحيث هناك عدد كبير جدا من الدول العربية المشاركة فيها، وكذلك دول أجنبية. لاحظت أن هناك الجناح الصيني كان متميزا جدا، وهناك أجنحة أخرى متميزة أيضا. أكبر معرض على مستوى الشرق الأوسط، وبما أن هذا أول يوم، لكن تفاجأنا ما شاء الله في يعني عدد الناشرين والقاعات الكثيرة والزوار الموجودين أيضا من الناشرين والذين يعني لهم دور نشر وحرصهم على المشاركة. تحمل هذه الدورة عنوان مصر أفريقيا ثقافة تنوع، وتشارك به دولة السنغال لأول مرة كضيف شرف للمعرض. جينا هنا بفوج كبير، ما فيهم سفير وما إلى ما فيهم وزير ثقافي، وكذلك للتحسين ولتقوية علاقة بين الثنائية بين السنغال ومصر. أهمية كبيرة جدا جدا جدا، لأن اختيار دولة السنغال يعني هذا الاختيار لم يتم عشوائيا، وإنما لأسباب ما قد ترجع إلى العلاقات الدبلوماسية والعلاقات السياسية وهكذا، لأنه من المعروف أن مصر هي رئاسة الاتحاد الأفريقي في هذه الفترة، وهذا أمر يرجع إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالثقافة. ورئيس الجمهورية في الفترة السابقة ذهب إلى السنغال
وحدثت هناك علاقات أخرى أكثر من أي فترة مضى. لذلك إذا تم اختيار السنغال كضيف الشرف لن يكون الأمر مفاجئا نوعا ما إذا كان الشخص يعرف طبيعة العلاقة بين الدولتين، وهذا أمر في غاية الأهمية، وخاصة بالنسبة لنا نحن الطلاب كدارسين في مصر، قد يفتح أبواب كثيرة أمامنا الآن. وهذا العام اهتمت إدارة المعرض بالتسهيل على المواطنين من خلال توفير 8 خطوط أتوبيس في الميادين إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بأسعار موحدة، وتم إطلاق تطبيق إلكتروني يسهل على المواطنين الحصول على أي تفاصيل عن أماكن دور النشر والإصدارات وجدول الأنشطة والفعاليات. 5 جنيهات هو سعر الدخول لأكبر معرض دولي للكتاب، وسيقدم أهم وأحدث الإصدارات في 808 جناح عرض من دول مختلفة، وسيكون في انتظار زواره من 10 صباحا وحتى 8 مساء وحتى 4 فبراير المقبل. من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 51، جاكلين ماهر، إكسترا نيوز. مع معرض الكتاب سنبقى، لكننا سنذهب إلى مراسلنا من هناك كريم رجب الذي يرصد لنا آخر متابعاته ومشاهداته في يوم جديد من أيام هذا المعرض. تفضل كريم. تحياتي لك أحمد. يعني اليوم هو الأول للجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هناك إجراءات تنظيمية وساعد على هذا التنظيم هو إطلاق التطبيق الخاص بهذا المعرض والذي يعني أطلقته الهيئة العامة للكتاب. هذا التطبيق يحتوي على مجموعة من الفعاليات وأماكن هذه الفعاليات، بالإضافة أيضا إلى أماكن دور النشر، وبالتالي يستطيع الجمهور أن يصل بسهولة إلى ما يريد، سواء كان الجمهور يريد أن يقوم بشراء ما يريده من كتب ومؤلفات مختلفة أو حتى حضور الندوات الثقافية والفنية التي يتضمنها المعرض. بالنسبة لفئات الجمهور، هناك إقبال كثيف من الجمهور في أول يوم، وفئات الجمهور هنا متنوعة ما بين الكبار والصغار وحتى الأطفال، وأيضا هناك جنسيات مختلفة للجمهور، وكان هناك يعني جمهور إفريقي كبير، وهذا ملاحظ خلال هذا اليوم، نظرا لأن المعرض يشارك فيه نحو 2 دولة إفريقية، وتحل دولة السنغال كضيف شرف هذه النسخة، وهي أول دولة إفريقية تحل كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى أن العنوان الأكبر للمعرض يحمل عنوان مصر إفريقيا ثقافة التنوع، وبالتالي التواجد الإفريقي موجود هنا بكثرة داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب. أيضا هناك بعض المؤسسات التي عكفت على أن تقوم بتصميم أجنحة خاصة بها على طراز مختلف، ومن أبرزها من أبرز هذه المؤسسات المؤسسة بيت الحكمة للثقافة الصينية، وهذه المؤسسة قامت بتصميم جناح خاص على الطراز الصيني، وهو الذي يوجد في الخلفية باللون الأحمر، وهو يعني يشبه أحد المعابد الصينية، وهذا أيضا يأتي له رمز، لأن عيد رأس السنة الصينية ومن أكبر الأعياد عند الصينيين يتوافق مع أيام المعرض، وبالتالي صمم هذا الجناح على هذا الطراز. أيضا إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب استحدثت جائزتين جديدتين في هذه النسخة، وأبرز هذه الجائزتين هما جائزة للدراسات الإفريقية، وتتغير هذه الجائزة مع اختلاف عنوان المعرض في كل نسخة، بالإضافة أيضا إلى جائزة أخرى وهي إهداء من مؤسسة بيت الحكمة للثقافة الصينية لأجمل جناح داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي هذا يعزز من التبادل الثقافي ويتيح للجمهور التعرف على الثقافات الأخرى للدول المختلفة التي تشارك في المعرض، لا سيما أن عدد الدول بلغ نحو 38 دولة عربية وأجنبية تشارك في هذه النسخة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك كريم رجب مراسلنا على الهواء مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك. إلى أخبار الرياضة، حيث يواجه منتخب مصر لكرة اليد الجمعة نظيره الجزائري في نصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتي تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020. كان منتخب مصر قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه على منتخب أنغولا في الدور ربع النهائي للبطولة،
بينما صعد منتخب الجزائر للدور نفسه بعد تغلبه على منتخب تونس. يواجه الزمالك غدا فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما ضمن مازيمبي الصدارة برصيد 10 نقاط وضمن معها التأهل للدور المقبل. يواصل الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا. ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي المتصدر ب9 نقاط، بينما يحل الهلال ثالثا ب6 نقاط وبلاتينم في ذيل المجموعة بنقطة واحدة. يلتقي الإسماعيلي غدا فريق الاتحاد السكندري في إياب الدور ربع النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مباراة مصرية خالصة. كان الإسماعيلي قد حقق فوزا غاليا في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الإسكندرية بهدف نظيف سجله محمد الشامي. يحل ليفربول في 10 مساء اليوم ضيفا على فريق وولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي مع تبقي مباراتين للريدز، بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 34 نقطة. يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى مع تساقط الأمطار على مناطق متفرقة. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يثمن تضحيات رجال الشرطة للدفاع عن أمن مصر واستقرارها. وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على رفض أشكال التدخلات الخارجية واحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا. نحو 100 قتيل في اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجماعات إرهابية في إدلب. كالمعتاد بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا الإلكتروني extranews.tv. في أمان الله.